How are you today? Okay. تمام إن شاء الله. Last period بنات بدينا في unit number 6. تمام. بدينا نشتغل في unit number 6. صح؟ واحدة السادسة. واخدنا تكلمنا عن number 1. خدنا الريدنج. قطعة الريدنج يا بنات اللي بتخص living with the enemy، العيش مع مين؟ مع العدو، صح؟ خدنا living. خدنا هذه صح؟ living with the enemy. وتكلمنا number 2 يا بنات عن كيف نعمل making مقارنات يا بنات، making comparison، نعمل مقارنات، صح؟ مظبوط. واخدنا كمان كلمات يا بنات بتخص فوكاب، مفردات بتخص اللي هو بنات كاركتر اوف ادجكتيف او كاركتر ادجكتيف، صفات تخص الشخصيه كاركتر. كاركتر ادجكتيف صفات بتخص مين؟ الشخصيه الابيرنس. تمام. لو رحتوا يا بنات خلصنا طبعا بيج 44 خلصناها، 45 خلصناها، صح؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. الان بيج 46 في عندنا بنات اللي هو عنوان جديد ريدنج، او خلينا نقول اللي هو 6 بي. roles people play. هذه roles يا بنات، ادوار الناس تمثلها الناس في حياتنا. role دور. role تختلف عن كلمة يا بنات، عن كلمة rule. rule هذه قاعدة او نظام. هذه role، هذه rule، صح؟ هذا نظام أو قاعدة، صح؟ أما رول دور بتساوي كلمتين يا بنات، بتساوي كلمة بارت، قسم أو جزء. جزء قسم. رول يلعب دورا، يلعب جزءا. لو قلتي بلايز بتقولي بلايز a big role أو a big part، تنتين صح. هذا مقبول. رول معناتها دور، دورا يلعب دورا في حياتنا. تمام. روحوا لي يا بنات فوكابيولري. حنروح على اكسرسايز، علمولي على اكسرسايز نمبر 1. اكسرسايز نمبر 1 ريليشن ايش يا بنات؟ ريليشن شيبس، العلاقات الاجتماعيه. ريليشن شيبس. حنروح نتكلم عن الريليشن شيبس، العلاقات الاجتماعيه. تمام. اي اكسرسايز از ان اكسرسايز نمبر 1 wanted relationships، العلاقات الاجتماعية. تمام. نمبر 1 انكل، العم او الخال. الانت، الانت العمة او الخالة، صح؟ والبوس رئيس العمل، رئيس الشغل. زي كلمة بديلة عنها ايش يا بنات؟ كلمة مين؟ كلمة مين بديلة عن كلمة بوس؟ الماني مانجر. المانجر على طول. اذا كلمه انكل الانكل، الانت، الباص، النيس، ابنه اخي او ابنه، هذه المهمه للبنت، ابنه اخي او ابنه اختي، ابنه اخويا او ابنه اختي. يعني ماي سيسترز دوتر ولا ماي سيسترز سان؟ دوتر الابنه، اما الصن الابن. My brother's daughter بتكون، لو قلت لك she's my brother's daughter بختار من فوق نيس، كلمة نيس تعريفها. she's my sister's daughter بختار لها برضو كلمة نيس. أما اللي جنبها كلمة نيثيو، ابن الأخ أو ابن الأخت، التنتين، ابن أخويا أو ابن أختي. الولد يعني son، he's my brother's son is a nephew، he's my sister's son is a nephew. إذن son على طول للولد، النيثيو والنيس للدوتر للابنه. فلات ميت،
فلات ميت رفيقي في الشقة، زميلي في الشقة، فلات شقة وميت زميل. When you travel for example, once you travel for عصب المثال business السفر كذا for education للتعليم you hear it, تستأجر الشقة you pay half, تدفع النص بيكون هذا strict film في your flat. في university بتكوني بيكون بيشتري معك في غرفتك بنسميه الفلات أو في الشقة الفلات ميت زميلي في الشقة الكزن ابن العم أو ابن عمي أو ابن خالي ابن العم أو ابن الخال close friend صديق المقرب أو الحميم كلمة close when you say to someone come closer تعالي قريب come close معناته قرب مني come close close يعني مقرب قريب جدا x مهم كتير هذا البريفكس هذا المقدمة مهمة كتير x يعني معناته الكلام previous before السابق القديم x girlfriend صديقتي القديمة once you have a girlfriend كان عندك a girlfriend in the past and you now you left her تركتها بتصير هي ex girlfriend صديقة she's my ex girlfriend عند الأجانب بعتبر بقول لك هذه زميلتي مش زميلتي صديقتي القديمة خلاص she is no longer لم تعد اللي هو my girlfriend she's ex girlfriend صديقتي السابقة النيبر الجار النيبر جاري step father الأب زوج الأم step father for example بيصير يا بنات إنه your mother إمك أو your father died بموت she has the right عند الحق يا بنات to have a new husband بيصير لها زوج جديد بنسميه بنات اللي هو من step father بيصير بتقول له يا عمو بيصير زوج أبو زوج أمي يعني step father طب زوجة زوجة أبويا لما أمي مثلا step mother برضو step mother بيصير زوجة أبويا بيصير step الأم المطرح أمي ماتت أو اتطلقت بتصير مرت زوجة أبوكي بنقول step أبوكي مثلا كذا بنقول عن step father تمام for example بنطلق على we call him my كذا because my mother أو my father died and my mother married again بنسميه step على طول بنقول step father صح طيب جراند مادر الجدة والجد طبعا العكس اللي هو مين جراند فادر تمام كليج هذه بنات العلاقات الاجتماعية بنات هذا هو مطلوب هذا الاكسرسايز التمرين في الصفحة الموجودة عندنا هنا بنات هيو اللي هو roles people play in our life أدوار تمثلها ناس في حياتنا رول دور لبعض الأشخاص يمثلونها في حياتنا هنتكلم بنات عن موضوع العلاقات الاجتماعية هاي حطوا على تمرين نمبر 1 تك صح مطلوب الريليشن شيبس العلاقات الاجتماعية مطلوب منا نمبر 1 لازم أكون عارف everyone every single word of this أكون عارفها كل واحدة وعارف الديفينيشن تبعتها تبعها عشان لما نعمل فيل أو ماتش أوصل أعرف كل واحد وعارف كل كلمة دل عليه تمام كمان مرة في عنا فوق الأنت العم أو الخال الأنت العم أو الخال الباص رئيسي في العمل النيس بنت أخويا بنت البنت البنت بنت أخويا أو بنت أختي النيفيو ابن أخويا أو ابن أختي الفلات ميت زميلي في الشقة الكازن ابن عمي أو ابن خيالي كلوز فريند صديق القريب أو الحميم إكس جير فريند صديقتي السابقة أما النيبور جاري وستيب فادر زوج الأم وصلنا لعندي جراند مادر اللي هو الجدة الكوليج زميل العمل يس يو ورك وذ هيم بتشتغل معاه ان ذا سيم كمباني على سبيل المثال في الشركه واحده بنقول هيز ماي كوليج زميلي في الشغل ماي كوليج زميلي في زميلي في الشغل يس يس كوليج سيستر ان لو زوجة اخويا بصير اقول انا اصبحت اختي بصير سيستر ان لو سيستر ان لو يعني قانونيا هي مش اختي لكن سيستر ان لو بتقول مرت اخويا احتراما نعم احتراما بتصير بتقول بنقول انا شيز ماي سيستر بس شيز نوت ماي اللي هو ريال سيستر حقيقيه شي سيستر ان لو قانونيا يعني بفهم انه انا يعني نوت يور اللي هو مين سيستر ان رياليتي في الواقع بتكون سيستر ان لو طب اخو لو انا الزوجه بتقول اخو زوج ايش بتقول براذر ان براذر سولفي بتصير عنه بتقول براذر ان لو بكونش اخوها رسمي لكن بنقول عنه هيز ماي براذر ان لو بكون يعني اخو مين اخو الزوج انا بدي اقول اخت زوجتي بقول عنها مين يا بنات سيستر ان لو employer صاحب الشغل بيشتغل عنده صاحب العمل بنقول عنه الامبلوير طيب ايش بيفرق الامبلوير عفوا على الامبلوي بنات هذا
بنات هذه الامبلوير صاحب الشغل بوظفك، اما الموظف بيشتغل في عند هذا الرجل بنسميه الامبلوي. امبلوي يعني العامل اللي بيشتغل اللي عندك عند الموظف بنسميه هذا امبلوير صاحب الشغل الموظف، هذا الموظف يو ورك صاحب العمل. اما هذا الموظف انت بتقولي انا والله بشتغل، بتقولي انا كعامله عند مين؟ عند الامبلوير. ريلاتيف القريب، قريبي ماي ريلاتيف. اذا هؤلاء البنات كلمات بيهمونا كثير بخصوا العلاقات الاجتماعيه. كلمه مين يا بنات؟ كلمه مين؟ ريليشن. مين؟ ريليشن شيبس، العلاقات الاجتماعيه. نروح يا بنات على بيج اوبن يور بوكس نشوف التعريفات البنات الموجودات في 130 صفحه 130. شوف التعريفات المهمه تاعت اللي هو ريليشن شيبس. الله عليهم. هذا لوك صحيح في 130. هذه فاميلي تري، شجرة العائلة بنات. أنا مديكي لفوق، مديكي من فوق يا بنات. هاي جراند فادر، جراند مادر، هاي أبويا. 100 بنات، 130 بنات. هاي 130 تمام. هاي في عنا تعريفات على الطرف هنا بنات، هاي هم هاي عائلة شجرة العائلة family tree. my grandfather الزوجة تبعته بنقول عنها بنقول grandmother. هاي my father، هاي مين؟ هاي my mother. عشقة المفروض my uncle، وعمتي مرت عمرت عمي برضو بقولها my aunt. aunt aunt صح. الآن my brother أخويا. إذا إله زوجة إيش بنقول عنها؟ my sister in law. زوجة أخي بنقول عنها sister in law، مرت أخي تمام مش أختي. أما بنتهم إذا كانت بنت إيش بنقول عنها؟ بنات نيس. شايفين كيف الصوت تبعها كمان؟ نيس ابنتهم. أما ابن إذا كان عندهم ابن نيفيو، ابن أخويا بنقول عنه نيفيو. أما بنت أخويا أو بنت أختي برضو كمان بنقول عنها نيس. طيب أنا إذا أنا الموجود معهم بقول عن حالي مين؟ أنا يعني موجود معهم. طيب ماي انكل، ماي انت. اذا ابناء عم مش بقول عنهم مين؟ كازنز، ابناء العم، كازنز. تمام. مرت عم انت، انت ماي انت. كل عندهم عمتي، مرت عمي، مركزه بتقول شو كله انت انت انت. تمام. كانكل خاله، عمرت العم كله. نعم يس. وانكل انكل. طيب نشوف يا بنات النوت الاولانيه التعريفات. في عندي الان اليور ستيب فادر، زوج الام. تمام. يعني ابي زوج امي بنقول عنه بنات اللي هو بعرفها بنات من كلمه ماي هازبند اللي هو ماي ماذرز هازبند، زوج امي. ليش؟ اللي هو مين؟ اللي هو ستيب فادر. بات هي ازنت يور فادر، هو مش ابوك. يور ماذر مريد اجين، لما الزوجه الثانيه صار عندنا صار بنسمي بنقول عنه مين؟ ستيب فادر. بكون شو يور فادر، بكل ستيب فادر يعني يور ماذرز هازبند، زوج امك. الا صار عندها طلقت مات يعني لا سمح الله، بنقول عنه ستيب فادر صح. طيب اما اللي هو الريلاتيف قريبي او اقاربي قريبي، از ا بيرسون ان يور فاميلي، واحد من افراد العائله. بكون فور اكزامبل الانت العمه او الخاله، الكازن ابن العمه، هذا قريبي. جراند بيرنس الجدين بقول اقارب، هذول اقاربي بخصوني. لكن يا بنات يور بيرنس الوالدين ماذر اند فادر بنقول ايش عنهم؟ ريلاتيف. بتقول عنه ماي بيرنس، بتقول ايش عن ابوي وامي لدرجه تقول عنه هذا لا خلص ماي بيرنس والدي، ماذر اند فادر خلص بيرنس بنحطه مش في قائمه يا بنات اللي هو مين؟ الريلاتيفز. الريلاتيفز من عند من فوق اي حد اي شخص في العائله بنقول عنه ريلاتيف، ماي قريبي. تمام. لكن فادر اند ماذر بنقول عنه مين؟ البيرنتس والدي. طيب شوفوا لي البوس من اي كلمه عرفتوه يا بنات؟ من مانجر. هيا
كلمة مانجر صح؟ عرفناها من كلمة مانجر. مانجر مين يا بنات؟ المدير صح؟ تمام. إيه؟ تعرفات يا بنات، بديك الجملة وانت بتنقي بالفراغ بتعبيها. لو قال لك على سبيل المثال your mother he's not your father your mother married again complete step father تمام؟ زوج الأم. بعرفها من كلمات. أنا اداني على سبيل المثال سبيس فراغ، قال لي يور فراغ از يور مانجر ات ورك. حابب كلمة مين يا بنات؟ بوس. تمام؟ خلص كلمة دالة. فلات ميت فراغ برضو الفلات ميت از ذا بيرسون يو شير يو شير بتشاركي ايش؟ عرفتها من كلمة فلات وتشارك كلمة شير صح ولا يا بنات؟ من كلمة شير يشارك وكلمة فلات بعرفها. از ا جود فريند على طول من صديقي القريب الحميم كلوز فريند جود فريند اكس جيرفريند بنت سابقه او صديقتي السابقه از ا وومن يو وينت اوت ان ذا وين يا بنات ان ذا باست في الماضي اظن عرفتها شي از نوت يور جيرفريند ناو خلاص لم تعد اما النيبر از ا بيرسون وين يا بنات هو ليفز هو ليفز نير يو بيسكن جنبك صح هيا هيا بنات نير يو ان ذا سيم ستريت اور بيلدينج تمام صح طيب الآن يا بنات اللي هو نيبر خلصناه كوليج خلصناها طبعا النيبر خلصناه اللي كوليج is a person who works in the same company في نفس بيشتغل معاك في نفس الشركة yes employer صاحب الشغل بنات is the person or company you work for هو الشخص أو الشركة التي تعمل لديها صح طيب الآن employee is a person who works for a company شخص بيشتغل في شركة الموظف tips نصائح بنات we use cousin بنستخدم يا بنات كلمة cousin شايفينها كل من البنات سواء ستات والله أولاد بنقول أبناء العم سواء أولاد والله بنات بنقول عنه cousin ابن عمي أبناء العم بنسوك خلاص بنقول عنه كله cousin وخلاص أولاد بنات بنقوله cousin تمام أما كلمة X أو كلمة step وكلمة grand and in-law with other family words مع كلمات نستخدم كلمة step وكلمة X ex-wife إيش المقصود فيها بنات ex-wife زوجة مين السابقة زي كلمة ex-girlfriend صديقة السابقة ex-wife زوجة السابقة she is no longer my wife she was in the past كانت في الماضي الآن we separated انفصلنا على سبيل تكون إيش X مين ex-wife سابقة أصبحت طيب سيستر ستيب سيستر مين اللي ستيب سيستر هذه ستيب سيستر الان لما ايه ممكن نقول ستيب سيستر ستيب لا ايه اخت بس لا انا بنات هذيك اخت زوجتي كنا نقول عنها سيستر ان لو ممكن اخواني اللي من ابويا برافو عليك الحين كده الصح زي ستيب فادر وستيب مادر زوجة كذا هدول ستيب لا. ستيب يعني بتكون بنات بتكون أخويا بس مش مين مش الشقيقة مش الأخ مش الشقايق من أمي أو من أبويا بنقول أخي غير شقيق مش شقيقي مش عطول شقيقي بكون أخويا من أبويا أو من أمي تمام ممكن أبي الزوج خلف بنات بكون أخويا بكون اللي هو مين ستيب براذر أو ستيب سيستر تمام طيب ايش كمان ضل عندنا خلص ستيب كذا ستيب سيستر ستيب سيستر جراند دوتر عارفينها حفيدتي يا بنات ومذر ان لو مين المذر ان لو لما الواحد يتزوج بصير يقولها انت مذر ان لو مين هذه الست اللي بنقول لها الحماية يعني حماتي بصير شيز ماي مذر ان لو يعني ايش بتكون ماي حماتي ام مين أم زوجي بتقول بصير أم زوجي بصير بنقول عنها مين مذر اللو حماتي تمام أنا بنقولها يا عمتي مزبوط ولا لا أنت بتحكي لحماتك هتحكي لها تقولها مام مزبوط تدلعيها صح هم بيحكوا الأجانب خلص عندهم هذا مذر اللو تمام نرجع تاني بنات إذا خلصنا التعريفات ارجعوا بليز جو باك
اخته اللي هو بيج. Go to page يا بنات. الآن إذا أخذنا exercise number one يا بنات في كل الصفحة هذه تمام؟ روحوا يا بنات على اللي هو page 131 تمام؟ أخذنا الصفات يا بنات تاعت superlative صفات المقارنة للعظمى. الآن بنات حطوا لي على exercise على exercise 5 تك، حطوا لي عليه تك. تمرين 5 بنات وتمرين 8، تمرين 7 و 8 في بيج. قديش هذه الصفحة بنات؟ يس 47. exercise علمتوا على exercise نمبر 5 ونمبر 7 ونمبر 8. روحوا يا بنات الآن على exercise نمبر 5. إذن بيج أخذنا بنات good صح؟ هذه السيمبل البسيطة مظبوط؟ good. وجبنا منها بنات كلمة مين بين المقارنة بين better than صيغة المفضلة العظمى بنات إيش كانت؟ the إيش بنقول عنها؟ الأفضل إيش بنقول عنها؟ the best. إذن بين ثلاثة he's the best student مظبوط؟ الثانية بنات مديني happy. كيف نسوي فيها بنات؟ happier شقلبنا الواي الى اي ذان ايش بنقول ذا هابيست مظبوط. وكلمه بورينج مور نعم ذان ذا موست ايه نعم. ايش تسالوني يا بنات في صيغ المقارنه؟ احنا اخذنا شرحنا المقارنات بدينا نقارن يا بنات. وينها هذه؟ عشان يا بنات اذا كانت الكلمه تكون من اذا كانت من مقطع واحد على طول اي ار واي اس تي. اذا طلعت من مقطع واحد حكمنا عليه احنا المقطع كيف نحكم عليه؟ اذا كان فيه حرف متحرك واحد الان بو رينج تمام صار قديش؟ اذا طلعت من طائله اثنين يا بنات بدنا نعدها من اثنين، بتصير اللي بين اثنين بنحط لها مور ولا الاكثر بنحط لها كلمه موست. مش بنات شرحتها ولا عيدها كمان مره؟ متذكرينها بنات؟ طيب الان بدي على الجانب الان بس اعملهم بقول لكم بنات الثاني. الان كلمه باد ادوني صيغه نعم باد ورست يعني اذا متحرك بنحط لها مور نعم. واذا كانت مش متحرك يعني ساكته بتكون مور ايه لا انا اقول لك كيف عكستي. اذا كان مش ثابته اذا كانت صفه صغيره صفه صغيره من مقطع من واحد حطي لها اي ار واي اس تي. افتحوا يا بنات افتحوا يا بنات اورجيكم في صفحه افتحوا يا بنات 101 وقديش 131 صيغه المقارنات عشان قبل ما نبدا فيهم. صفحه بنات 131 كمان مره اكتبوا على المربع الاول العمود الاول مقارنه المربع الاول يا بنات العمود الاول عشان اورجيكم وين مقارنه بين اثنين المقارنه بين اثنين يا بنات. نعم هاي بنات تمام. انا بنات اكتب كلمه هنا كلمه كومباراتيف اكتب كلمه للكومباراتيف هنا اكتبوا مقارنه بين اثنين. وكلمه سوبرلاتيف اللي هنا بنات العمود الجدول هذا الكولم هذا بنات او التشارت هذا بخص للمقارنه بين اكثر من اثنين بنات. كلمه وورس بنات هذه ما خربطش باد هذه وورس هذه كده وورست مظبوط. الان يا بنات موجود عندنا هان بقول لك اذا كان في الصفه مقطع واحد شايفينه بنات هيو اذا كانت الصفه مقطع واحد وان سينابل ادجكتيف على طول ما عليك تحطي لها اي ار تمام. لو لقيت كلمه اولد ايش بحط فيها غيرها؟ اولدر. كلمه برايت لحالها هي كلمه برايت لحالها برايتر. لقيت كلمه دراي جاف او كلمة دراي بس هذه بنات ما شقلبهاش بنات حطي لها شقلب الدراي حطي لها اي اي ار عشان تحت بحرف مين يا بنات بحرف
مع انها زي هذه بنات تمام، زي هذه، هذه حاله شاذه بنات، كويس، حاله شاذه هيها تمام. الان عرفنا من مقطع واحد اي ار، ولو رحنا لقيناها بين مجموعه بنات حنحط لها بدل الاي ار هنا بنات حنحط لها اي اس تي، صح؟ زي كلمه ريتش، ريتشست، مظبوط، اولد، اولدست، لما تكون الصفه الشرط بس انها تكون بنات مقطع حاجه بنات من مقطع واحد، بحكم عليها من خلال المتحرك اللي فيها الواحد، هاي واحد اولد واحد، وكلمه ريتش واحد، وكلمه دراي اللي هو مين اعتبرنا واحد. انا لو لقيت يا بنات صفه هنا لقيت في اخرها حرف الاي جاهز، ما عليك بس حط بس الار وخلاص. كلمه نايس شايفين يا بنات ما ضافش كمان اي، بس الاي موجوده الاي بس حط لها الار، واذا كلمه سيف موجوده الاي بس حط لها الار وخلاص. هي صفه من مقطع واحد بس نصيبها نقول زي 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 الافعال بنات اللي كانوا في اخرهم اي، لما نجيب منهم التصريف الثاني كنا نحط الدي بس وخلاص، ما نحطش كمان اي. وهنا بنات كلمه نايسست وكلمه سيف الصح، اذا للمقارنه بين 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 اثنين وتكون الصفه صغيره حط لها اي ار، وبين مجموعه حط لها اي اس تي. طب اذا كانت الصفه هنا لقيتيها بنات زي كلمه بيج حرف متحرك، عفوا حرف ساكن وقبله حرف متحرك، سوينا الجي ايش يا بنات؟ ضعفنا، عملنا دبلنج للجي صارت بيجر، وكلمه فات فاتر صح؟ بس كلمه نيو يا بنات هنا شايفين كلمه نيو مع انه قبلها متحرك ما ضعفوش، هذه برضو حاله شاذه، ما ضعفوش حرف الدبليو، حرف الدبليو ضل واحد مش اثنين، هذه حاله خاصه تمام. المفروض ينضعفوا، لكن هذا نيو حاله خاصه ما حطوش لها كمان، زي كلمه بيج او كلمه فات او كلمه هوت، اعملوا دبلنج للحرف الاخير. لا هنا برضو عملنا دبلنج يا بنات شايفينها، زي كلمه بيج بيجست صار 2 جي مظبوط، وثين تنتين ان، وهنا بس نيو هذه لا، هذه حاله خاصه. طب اذا كانت الصفه منتهيه بحرف الواي شايفينها بنات، زي كلمه ايزي عشانها صفه يعني شويه اكثر من ايزي حلقها الى اي اي ار مظبوط، وكلمه اللي هو نويزي نويزير مظبوط، حط شقلبنا الواي الى اي، وهنا برضو كمان قبل ما نحط لها الاي اس تي حولنا الواي الى اي وبعدين حطينا الاي اس تي. اذا كانت الصفه منتهي بحرف الواي بيعمل لها مقارنه من اثنين بس حطي لها اي وحطي لها اي ار، بين مجموعه اي وحطي لها اي اس تي. طب لو لقينا تو سيلابل ادجكتيف صفات كبيره ومش منتهيه، مش منتهيه يا بنات بمين؟ بحرف واي، زي هذه يعني زي كلمه ايزي، زي كلمه ايزي، هو كلمه ايزي اعتبرها انه تو سيلابل، انه مقطعين اي وزي والاي الاخير اعتبره مقطع ثاني، شقلبناه الى اي. اما لما كانت منتهيه بحرف الواي على طول هنا دراي مقطع واحد ما شقلبناهاش، بس هنا شقلبناها، لما تكون منتهيه من اكثر من مقطعين زي كلمه ايزي او كلمه نويزي حطينا الواي الى اي، صح؟ طيب سيلابل في عندي الان مقاطع كبيره زي كلمه بنات اللي هو كلمه ماتشو وكلمه بيشنت، كبار صفات من مقطعين فاكثر، هاي ماتشو وكلمه بيشنت صح؟ عشان بقدرش اقولها ماتشورر وكلمه بيشنتر بزبطش معاك، فبحط لها مور وبحط لها بنات بس كلمه مين موست، بس ما ننساش كلمه مين يا بنات، كلمه ذا موست لما تكون بالمجموعه برضه بنحط لها بالمجموعه، بنحط لازم نحط كلمه ذا، ذا موست، ذا هابيست صح؟ بس احنا بديهي بنقول انه بنحط لها اي ار، لكن هو المفروض كمان بعد التنتين لازم يكون في ذان صح؟ بس هانا ليش حطينا وين؟ بس احنا بنقول لا بديهي انه تكون في دماغك انه موجوده كلمه ذان، مش ضروري نقول لك لازم خلينا نتاكد وين؟ لا في لازم تكون ما حطيناهاش، لان هي كانت موجوده ذان، هي لازم تكون موجوده في الجمله ذان، بتكون موجوده خلص بتكون موجودة، هي لحالها أصلا بتكون، كيف بدي أعرف أنا بين اثنين؟ أصلا كلمة ذان موجودة عشان أعرف بين اثنين، وكلمة ذا بعرف أنها موجودة عشان أعرف بين اثنين، خليها في المقارنة الثالثة صح؟ بنحطها لازم أقول بدي أقارن بين اثنين تمام. الآن يا بنات وصلنا للصفات الغير منتظمات، في مجموعة الغير منتظمات زي كلمة جود وباد وفار، باد بتصير ايش بنات؟ بيتر وورس، وبتصير هنا في عندي فيرذر وفارذر مظبوط، بالاي او باليو تنتين صحيحات صح مظبوط. الان اخذنا فكره يا بنات وقلنا بس هنا في ملاحظه بنات، اذا كان متذكرين المره اللي فاتت انه في عندنا هان انه بنستخدمش كلمه ذا، بنحطش ذا للتعريف،
إذا كانت في أصل الملكية زي كلمة أصل الملكية هذه he's Jack's بنقولش the best friend he's Jack's best friend. إذا في وجود أصل الملكية possessive as بنستغني عن اللي هو مين عن الذات بنعزهاش يا بنات، لكن هي في الغالب بتكون موجودة مع صيغة المفاضلة العظمى بتكون موجودة لازم تكون، لكن هنا لا استغنينا عنها عشان في كلمة في أصل ملكية. وفي لما يكون ضمير possessive adjective ضمير ملكية زي كلمة our my لما نقول he's my بنقول أفضل صديق يعني بنقول he's my the best friend ولا he's my best friend تعطول he's my best friend بدون ذا لازم أشيلها بزبطش خلاص مش محتاجها أنا بكون حسب تركيبة الجملة تمام. لأن رجعوا لي بنات على التمرين عشان نحله مع بعض هذه مهمة الصفحة صح هذه الصفحة تحت 131 تحت المراجعة اللي بده يراجعها بكون ممتاز اللي بكون فهمها الآن هنا بنات وقفنا عند اللي هو بنات good وhappy وboring bad كملوا لي كلمة bad أخذناها كلمة rich er وest richer riches rich إيش اللي بعديها بنات كلمة big كيف كتبتها بنات نقلوني إياها big إيش بنسوي عارف الجي هاي بنضعفها تنتين بيجر هاي يا بنات اذا كان منتبه ساكن قبل متحرك ذان ذا بيجست الاخيره بوبيلار مور كبيره يا بنات بوبيلار ذان ذا ايش هنقول يا بنات ذا موست بوبيلار ايش معنات بوبيلار يا بنات ايش معنى popular the meaning of popular مشهور شعبي مظبوط popular famous صحيح تمام بنات الان روحوا لي على exercise number 7 تمام بنات اللي بنحل معاك شافوا بنحل بنات كلمه intelligent معناتها ذكي صح ناخذ المعاني بعدين نعمل لهم مقارنات بنات intelligent ذكي وبيزي مشغول وفات ناصح اسمين بدين ناصح وpopular مشهور شهري good جيد helpful مساعد وbad سيء stubborn عنيد الساد لا مش ساد هذه bad سيء يا بنات طلعوا فيها مش ساد ساد الحزين bad سيء stubborn عنيد إنسان عنيد بيغيرش وببدلش اما برايت لما يكون مخه واحد بنقول هذا برايت ذكي انتليجنت وثن السميك نحيف مش سميك بنقول عنه نحيف يا بنات رقيق نحيف رفيع عفوا ليزي كسول وفار بعيد فار بعيد انتليجنت كبيره بزي مشغول more intelligent than the most كمان مرة مع intelligent بنات الأولانية كيف سويتوها more intelligent than the most busy يرمش اللي بالواي إلى I the busiest أو fat التي حنعملها double T صح fatter than the fattest مزبوط كمان مرة fat fatter fattest كلمة popular كبيرة more popular than the most وgood هذه غير منتظمة better وbest helpful more helpful the most bad إلها غير منتظمة worse than the worst إلهم غير منتظمات وكلمة bright brighter than the brightest مقطع واحد يا بنات طب thin حنعمل doubling لحرف الآن thinner than the thinnest صح؟ وكلمة lazy حنشكل بالواي lazier وذا laziest أما الأخيرة فار إلها تنتين بنات هذا أخذناهم قبل شوية أخذنا كلمة farther أو further التنتين بالإي أو باليوم the farther أو the farthest أو the farthest أو the furthest لا في more هيا من الأشهر اللي أشركوا عليها يقولوا بنات more ولا بدون هذه more وهذه مين ومين كمان helpful ومين كمان صح وضحت بنات فهمنا كيف سويناهم
طب حلوا معايا التمرين 8 معاكم 3 مينيتس حطوا على تمرين 8 شوفوا لي بنات بدنا نعمل عصيغه المفاضله العظمى الان كله بدنا نحط له على طريقه المفاضله العظمى بدناش على رقم 2 الان كله الان اشتغلوا لي على نمبر 3 على المقارنه من النوع الثالث الاي اس تي اللي بيكون فيه او كلمه موست حلوا لي اياه اللي هو هذا هذا الاكسرسايز يا بنات شايفينه بنات اكسرسايز هذا الاكسرسايز نمبر 8 الاولى محلوله بنات احيانا في اس دير بالكم اس مش اس الملكيه زي هذه زي كلمه از هذه از ما لهاش علاقه اللي بيكون شخص بيملك شغله وراها بيكون ساعتها بنكون اس الملكيه تمام اما هذه مش اس الملكيه هذه بتكون اس اختصار ممكن لاز او لهاز صح اكسرسايز اكسرسايز يا بنات 8 بيج 47 يا بنات صفحه 40 يا بنات نمبر 1 از اولريدي دان دياناز قلنا طبعا ذا يانجست طب هير بيرنتس ار ذا هابيست تمام the happiest number 3 yes شاهد ديانا is the most organized the most كبيره بنات صح the most organized يس نمبر 3 4 طبعا جود بتصير ايش بنات طيب كلمه من غير لانه في كلمه بوس بوسز بيست لانه اس ملكيه يس بيست بدون ذا يا بنات ذا هذه لا في اس لمين يا بنات في اس الملكيه هي موجوده اس الملكيه هذه ذا بوسز على طول على طول بدنا نقول بيست بوسز بيست على طول يس نمبر نمبر 6 أنا عم كلمة is the most helpful مظبوط إذا في شغلة أنت بتملكيها كلمة friend اطلع عليها بنات الآن الآن الصديق يعني بخصني علاقتي فيه بدنا نقول في رقم بنات في نمبر اللي هو نمبر 4 he's also my boss وفي كلمة friend بعد بعد الصفة في كلمة friend في علاقة بين الفريند وبين البوس مظبوط بلا في ملكية ايش بكون بخصه نقول my bosses على طول best friend زي الجملة اللي خدشناها ايه وينها بدك تعمليها صيغة وقلنا دائما بنات مع اس مع اس اس الملكية البوسس في اس وضمائر الملكية بنات لازم يكون صيغة مقارنة من الصيغة من الثالثة في الدرجة الثالثة اذا good بصير best اذا bad worst تمام حتى في الصفات العادية بدك تقولي مثلا هابيس على طول إذا على طول بتعمل وقت ايش بنخليها بنات زي بعض إذا كانت كلمة مين إذا كانت آز بنخلي إذا كانت آز بنخليها صحتين مش نعم بيكون في بيكون سيميلاريتي في تشابه اتفقنا عليها بنات خدنا من ضمن المحاضرات إذا تخلي الصفة زي ما هي شرط يكون معها آز وآز زي بعض صح نمبر 7 this is the most صحيح هذا أي جملة؟ 6 ولا 7؟ 2 3 4 5 The most important هذه للسبعة؟ هذه بدشرنا احنا 7 ما اخذناهاش؟ انا 7 بدنا 6 شيء 6 كانت هي از اولسو ذا ورست وينها؟ The words are the words worst بدون ذا يا بنات في أس الملكية هذه بدون ذا أسوأ yes أما the most the most eight is wearing
ماي ايش حليته بنات؟ expensive, the most expensive. ماي بدون ذا لانه في ماي بنات سنه ماي ضمير ملكيه possessive adjective اللي هما بنات my his her your تمام my their its بنات هذول ضمائر ملكية على طول بده يكون بعديها اللي هو بدون مين بدون ذا بدونها عندنا نقول على طول most x بدنا نقول my most مش my the most لو قال لك صحيح الجملة my the most بنشيل الذا لأنه هذا ما نقول ضمير ملكية إذن على طول بنستغني عن بنات اللي هي مين بنستغني عن الذا التعريف أداة التعريف الديفينيت أرتيكل ذا بتنحذف خلاص ملاش علاقة ملاش لزوم كيف بدنا نعرف يا بنات الان اذا ايش قولي شهد يا بيشغلنا بيكون حسب فهم الجمله او بيكون السؤال ممكن كذا وبتكون او احيانا او كلمه ذان بقول وانا مغمضه هذه ذان شغلها بنات لمين في صحيح كده طيب يا بنات روحوا لي الان يا بنات حناخذ بس جزئيه خفيفه في الفاميلي بزنس نعم أعمال العائلة family وين كلمة أعمال business عائلة family business family business في عنا المفروض بنات وإحنا هان نتطرق بنات على prefix مقدمة للكلمات عشان نجيب منها مين الأوبزيت في بنضيف للصفات يا بنات مقدمة للصفة بتصير الأوبزيت زي كلمة happy unhappy و honest dishonest possible impossible صح؟ طيب الآن of adjective زي الآن والإن والإم والدس هدول بنستخدمهم مقدمات يا بنات prefix بنسميهم عشان نجيب منهم العكوسات تمام؟ الآن في عنا listening طبعاً نشياء help with listening الآن بنات review character adjective past tense will and might حنشوفه بعدين الآن المهم حنروح يا بنات على قطعة الريدنج هذه اللي بتتكلم عن سوب update مسلسل اسمه اللي هو مين family business أعمال بخص أو بتكلم عن أعمال سوب update ناخد بس على الأقل يا بنات الجزئية الأولى تعلم نتكلم عن الشخصيات يا بنات لما نتكلم عن الشخصيات الموجودة عن الكاركترز وكل واحد وشخصيته وشو ناخذ مواصفاته اذا هذه بنات بتكلم عن الفاميلي بزنس قطعة تريدة بتكلم عن عمل بخص عائلة من العائلات نشوف مين العائلة الموجودة عندنا بنات in the popular radio drama family مسلسل درامي بخص الفاميلي بزنس تمام things aren't looking good الامور لا تبدو شكلها ايش يا بنات جيدة ليش فور اسم العائلة بليك فاميلي بنات إذا عندنا العائلة الموجودة عندي يس عائلة يس بليك ريدينج أي بيج بنات هذه البيج ريدينج 2 تحت القطعة تحت السادسة يا بنات اللي هي يونت أخذنا الأولانية بنات ساعة اللي هو ميرلين سكوت الست اللي عندها أبناء اثنين وتكلمت عنهم مظبوط الآن هذه مطلوبة منا اللي هو بنات السوب أبديت بتخص اللي هو مين family business كويس حنروح لعائله اسمها بنات اللي هو بليك فاميلي عائله بليك بنات
هي بليك عائلة بليك فاميلي تمام هاي بنات ان ذا بوبولار الشعبي المشهور في المسلسل المعروض في الراديو دراما فاميلي بزنس the things aren't looking good are the things looking good at the family اللي هو دراما فاميلي بزنس هذه فوق لو قال لك كده هنقول فولس they aren't looking very 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 good مش good بنات اللي بتخص كانت سيئة العائلة اسم العائلة اسمها بليك فاميلي they هدول الناس العائلة هذه بتملك own أبنات شايفين كلمة own own يمتلك زي كلمة possess أو زي كلمة have كلمة own هدول الناس بليك own تساوي have بتساوي بوسس زي من كلمة بوسسف مش كلمة بوسسف ملكية بنات هذه بوسس يمتلك الفيرب بمعنى اون بمعنى هاف هذول الناس بيمتلكوا اللي هو مين يا بنات بيمتلكوا ذا فول اللي هو مون ريستورانت مطعم اسمه ذا فول مون البدر يعني كلمة فول لما يكون فول يعني بيكون كامل مظبوط بيمتلكوا اللي هو مين ذا فول مون مين بيمتلكوا مطعم اللي هو المطعم هذول الناس العائله بتملك اللي هو ذا فول مون ريستورانت تمام بات ا نيو ريستورانت في مطعم جديد كولد ذا انجل الملاك كلمه انج في كلمه انجل وفي كلمه انجل ذا انجل الملاك از تيكينج صار يسحب مين يا بنات بيسحب في مين اول ذير كاستمرز بيسحب في الزبائن بتاعتهم اذا في مطعم جديد بينافس نيو بنافس مطعمهم اسمه هاي اسمه بنات الهومين ذا انجل في بنات كلمه هذه الكلمه بتشبهها هذه انجل معناتها هذه زاويه شايفين كيف الخرف زي ما اختلفت هذه بنات كلمه هذه الكلمه هذه وبين كويت تمام بنات شايفين بنات بس هذه كويت هذه اما كوايت تماما اما هذه كويت هذه وهذه بنات انجل وهذه انجل تمام هذه انجل اللي هو الزاويه وهذه انجل اللي هو مين مطعم ثاني اسمه في بنفسهم اسمه مطعم الملاك تمام اذا اتفقنا انه عائله لها اللي هو بزنس لها هير اون بزنس عندها بتمتلك مطعم اسمه ذا فول مين ذا فول مون مطعم ثاني اسمه ذا انجل بنات از taking all their the full moon also has serious money problems في مش بس عشان قد كده بس واحد بيسحب في زبائن وفي عنده مشاكل مالية بنات serious خطيرة dangerous serious خطيرة money problems عنده مشاكل مالية عسيرة تمام and relationships وعلاقاتهم between the family members حتى الأفراد في العائلة كمان are getting worse امورهم في العائله كمان قاعده ايش مالها بتسوء سيئه والاوبزيت لورس بنات ايش best worse هذه كلمه بيتر هذه وورس اما ذاك لو كانت وورس كان جبنا بس هذه كلمه بيتر بنات العكس من وورس بيتر كل قديش يا بنات every week كل اسبوع امورهم الريليشن شيبس في العائله قاعده بتسوء for new listeners للناس المستمعين الجديد اللي لسه ما سمعوش عن هذه السوب ابديت عن المسلسل هذا الفاميلي بزنس بدنا نعطيه نروح نقدم له هيرز اور جايد هن في بنات حنورجيكم دليل خفيف على الشخصيات الكاركترز كويس حنروح للشخصيات يا بنات كويس حنروح لا جايد هيا بنات حنروح لمين كاركترز ان ذا راديو موست بوبولار دراما حنروح لجايد جايد دليل حنروح للست اللي هي الام الكبيره اللي اسمها ليديا بليك زوجة السيد الهومين كليف بليك تمام يا بنات حنروح لليديا بليك اند هير هازبند الهومين شايفينه هيز نيم از كليف يا بنات اللي هم بيملكوا ذا فول مون اذا هو اونز مين اللي بيملك اذا بليك فاميلي عائله بليك فاميلي اونز يملكون ذا فول مون مطعم الفول مون تمام عفوا اللي هو الفول مون ريستوران ليديا هذه الست مواصفاتها برايت ذكية الست وإيش كمان
and extremely stubborn. وإيش مالها؟ بس إيش مالها؟ عندها عناد عنيدة شوية. And she is very worried. وقلقانة about the restaurant. عن مين قلقانة بنات؟ عن مطعمها. إيش ماله؟ إنه يتسكر عشان ممكن في له منافس. صح؟ طيب. About the restaurant. She wants. إيش بدها تسوي بنات؟ تبرو. بدها تستعير فلوس من مين؟ من البنك. تمام. معلش. السماء ضغط عليه بالغلط يا عم. هي ها صح تمام برو نعكس بنات لهم يقرض لهمين لند يسلف يقرض برو لهمين يستلف يقترض والعكس تبعها مين لند. من وين بنات بتستعير عشان تحل مشكلة من البنك؟ نروح لمين؟ لزوجها وخلاص. بس خلاص عشان نكتمل ونكتفي بنخلي لكم بنات الباقي بنخلي لكم الأبناء والمنافسة إلهم بنخليها لنكست تايم. نشوف على كليف بليك الزوج كليف تمام؟ إز ذا تشيف هو التشيف الرئيس اللي هو تشيف رئيس لمين ذا فول مون هو الشيف تبع المطعم. بات being married to Lydia عشانه متزوج من ليديا الست ليديا ذكية isn't easy. الأمور تاعته مش سهلة كتير لأنها ست عنيدة وست ذكية. طيب he thinks she's impatient مش صبورة كتير فيش عندها صبر. إيش كمان and inconsiderate وغير مرعب بتراعيش مشاعره غير صبورة and inconsiderate وغير مراعية للمشاعر and would like to ask her for ممكن هو يحاول يطلب منها الديفورس يا بنات إنهم إيش يا بنات إن انفصلوا طلاق يعني ممكن يطلقها but if he does لكن لو صار مسوي زي كده إيش حيصير معه what will happen to the restaurant he loves إيش يسوي في المطعم اللي هو بحبه إذا هو ممكن تقول له خلاص leave us اتركنا وخلصوا مع السلامة تمام. إذا وقفنا بنات عن الشخصيات ليديا وتكلمنا عن هير هازبند وزوجها كليف تمام عرفنا بعض اللي هو الكاركتر أجيكس بعض الصفات التي تخص ليديا وعرفنا بعض الشخص الصفات اللي بتخص هير هازبند زوجها اللي هو مين كليف. حنتكلم عن ترودي بنتهم وحنتكلم عن كاثي زوجة إبرهم وحنتكلم عن اللي هو مين دارين وحنتكلم عن إيف كينج تمام next time إن شاء الله. إذا see you next time إن شاء الله. يعطيكم العافية بنات.